اهلا وسهلا بيكم ونشرتنا الجديدة الاسبوعية كندا في اسبوع هناخد لفة كده في كندا اخبار كندا سياسية اقتصادية ثقافية كمان رياضية واخبار الهجرة تابعونا وخليكم معانا هيصلكم كل جديد يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام اخواني يومكم جميل اينما كنتم في كل مكان حلقه جديده نشره جديده لفه جديده من اخبار كندا المتنوعه النهارده عندنا اخبار كتير حلوه خليكم معانا كملوا الفيديو للاخر وما تنسوش تعملوا لايك تعملوا شير تدعمونا عشان نستمر تفعلوا الجرس عشان يصلكم كل فيديوهاتنا وتستفادوا منها ان شاء الله اول خبر معانا من تورونتو وبيقول ان الحكومه الفيدراليه قررت منح تورونتو 143 مليون دولار للمساعده في ايواء طالب اللجوء ايوه ايواء طالب اللجوء لان كانت في ازمه في الصيف الماضي وكلنا سمعنا بيها وكان في ناس كتير طالبين اللجوء مش لاقيين اماكن عارفين ان طبعا كل اللي بيجي اللجوء لهم شلتر بيقعدوا فيه اسبوعين وكانوا بيقعدوا شهر وكانوا بيقعدوا اكتر لحد ما يتلاقي لهم سكن دائم بعد كده ده معظم المراكز دي او الشلترز دي اتملى وما كانش في اماكن للاجئين الجداد وعرفنا ان ناس قعدت في الشوارع وطبعا طلع رئيس الهجره الكندي مارك ميلر وصرح وقال انه هيعمل برنامج مساعده الاسكان، البرنامج ده حط له ميزانيه 360 مليون دولار، طبعا برنامج كان لكل كندا 360 مليون دولار، وبما ان تورونتو كان فيها العدد الأكبر والمشكلة الأكبر منح تورونتو كما صرحت عمدة تورونتو أوليفيا تشاو منح تورونتو 143 مليون دولار تقريبا كده قريب من نص المبلغ لتحسين الأوضاع ل... لإنشاء شلترز جديد عشان فعلا يحل الأزمة دي في في تورونتو وطبعا في كل مدن كندا. الخبر التاني معانا كندا الأكثر شعبية في العالم للهجرة وفقا للبحث في جوجل. مؤشر جوجل صدر مؤخرا ان كندا هي الدوله الاكثر شعبيه في العالم للبحث للمهتمين بالهجره خارج بلادهم على مستوى العالم كله وكانت الاسباب وكانت كندا هي الخيار الاول لمعظم الناس من حيث التعليم مستوى التعليم العالي، مستوى الرعايه الصحيه العالي اللي احنا مش راضيين عنه يا جماعه. جوجل بيقول انه مستوى صحي عالي او رعايه صحيه عاليه كمان كانت كندا تحتل المرتبه الاولى في بحث جوجل جاءت في المرتبه الثانيه المانيا وجاءت في المرتبه الثالثه قطر والمرتبه الرابعه جاءت انجلترا يعني اربع دول هم اللي جوجل رشحهم انهم اكثر الدول بحثا للبلاد الملائمه للهجره للناس كندا الاولى المانيا الثانيه قطر الثالثة طبعا كقطر دولة عربية انجلترا الدولة الرابعة. مخبرنا الجاي معانا تزايد الاقبال على شراء المنازل في كندا قبل التخفيضات المتوقعة لسعر الفايدة. ايوه كده الناس بدأت تغامر بالشراء دلوقتي مع ان سعر الفايدة لسه عالي زي ما هو لكن الناس من الاخبار المنتشرة ان فعلا سعر الفايدة هيقل على نص العام الحالي اللي هو 2024 يعني على شهر ستة بدأت الناس فعلا تشتري بيوت من دلوقتي وهتعمل طبعا الفايدة اللي هي المتغيرة وبعدين تثبتها لما سعر الفايدة ينزل كمان الاسعار الان مناسبة جدا الاسعار مناسبة جدا للناس دلوقتي يعني الاسعار قليلة لان طبعا التوقع ان مع انخفاض الفايدة القادم اللي, اللي جاي في شهر ستة الاسعار هتغلى كتير فالناس طبعا بتجازف دلوقتي وبتاخد ريسك وبتبدا تشتري دلوقتي ففي اقبال كتير قوي الناس دلوقتي بدات تحط اوفر زي الاول يعني كان البيت مثلا بيتباع لو في بيت اتحط خمسمائة الف دولار كان ناس تقدر تشتريه ب الف دولار انا حضرت الوضع دوت كان موجود وكل الناس عارفه كان يتحط اوفر اعلى من ثمن البيت ورجعنا تاني لما انخفضت الاسعار بقى يتحط اوفر اقل من ثمن البيت رجعنا تاني ان الناس تحط اوفر اعلى كمان شراء البيوت باسعار مناسبه دلوقتي بيشجع الناس فعلا انها تتزاحم وتبدا تبحث كتير في الاماكن المناسبه ليها على شراء بيوت الإسلاموفوبيا ليس لها مكان في كندا، ترودو يدين الاعتداء على مسجد في اونتاريو. صرح جاستن ترودو رئيس الهجرة الكندي بأن الإسلاموفوبيا ليس لها مكان في أي مجتمع من مجتمعاتنا الكندية وذلك على أثر الاعتداء اللي قام به أحد الأشخاص بقذف الحجارة على أحد المساجد في ميسيساجا في اونتاريو وذلك في إحياء ذكرى الاعتداء الغاشم على مسجد بكيبيك في 2017 وراح ضحيته ست اشخاص من المسلمين شهداء صرح بذلك جاستن ترودو بان ذلك يدين ذلك الاعتداء وان الاسلاموفوبيا ليس لها مكان بين مجتمعاتنا الكنديه وتحقق الشرطه في اونتاريو في مع الشخص الذي قام بقصف الحجاره على المسجد في ميسيساجا واتهمته ب الكراهيه ولم يصب احد من اثر هذا الاعتداء بشيء لكن فعلا تصريح جاستن ترودو كان في محله. الحكومه في كيبك بتقرر رفع الحد الادنى للاجور من 15 دولار 25 سنت الى 15 دولار 75 سنت طبعا زياده قدرها نصف دولار 50 سنت وذلك ستتطبق الزياده دي في اول مايو القادم يعني الحلقة اللي فاتت اعلنا اكتر من مقاطعة تقريبا ست مقاطعات رفعوا الحد الادنى للأجور النهاردة بنقول ان كيبك كمان بتنضم ليهم وبترفع الحد الادنى للأجور خمسين سنت من اول مايو القادم ويستفيد من, من هذه المنحة تقريبا ميتين وخمسين الف موظف بكيبك في 2024 8 ابريل 2024 سيحدث حدث فلكي نادر وغريب من نوعه بيتمركز كسوف الشمس على القمر في امريكا وكندا والمكسيك وطبعا الثلاث دول دول مشتركين في 26 في كاس العالم القادم الثلاث دول دول سيشهدوا كسوف كلي للشمس على القمر وستحدث آه بعض الظلام في في اجزاء متفرقه من البلاد وخاصه في كيبك اللي احنا بنعيش فيها طبعا الحدث ده آه مات عملش او ما حدثش من خمسين سنة فاتوا وطبعا مش هيحدث قبل تمانين سنة جاية يعني حدث غريب وحدث نادر وفريد من نوعه سيحدث في تمانية ابريل 2024 القادم في كندا والمكسيك وامريكا برنامج الهجرة الكندي الشهير اكسبريس انتري السحوبات القادمة فيها كتير مهن مهنية كتير موجوده وطبعا صرح وزير الهجره في الصيف الماضي ان اضاف مهن كتير جدا ابرزها مهن الرعايه الصحيه. اضاف يعني السحوبات القادمه الشهور القادمه او السحب الجاي هيكون من ضمنها مهن للرعايه الصحيه ومن ابرز المهن دي اللي انذكرت تقريبا 11 مهنه يعني انا هقولهم هقولهم دلوقتي مساعد قياس السمع وفني قياس السمع مساعد عياده المتبرعين بالدم مساعد تقويم العمود الفقري الحاضرون في المشرحه فني مختبرات العيون مساعد اطباء العيون آه، تقني العظام مساعد بصريات فني المعالجه المعقمه طبعا المهن دي من ابرز مهن الرعايه الصحيه اللي هتكون موجوده في اولويات برنامج الهجرة الشهير اكسبريس انتري حظ موفق للجميع ان شاء الله. وصلنا لاخر اخبارنا الخبر الرياضي وقبل ما نقول الخبر عايز احيي الناس الابطال اللي مستمرين معايا للفيديو لنهايته، الناس فعلا اللي بيحبوني بجد، اللي بيدعموني بجد، الناس اللي هم يستاهلوا مني انا لايك، انا اللي بديهم لايك وبحبهم من قلبي كتير قوي والخبر بيقول ان تم شراء معظم تذاكر مباراة ميسي في تورونتو في شهر عشرة في خلال دقايق من عرضها للبيع وإعادة بيعها ب 2000 دولار. تخيلوا في خلال دقايق من عرض تذاكر مباراة هتقام في شهر أكتوبر القادم بين إنتر ميامي اللي بيلعب فيه نجم الكرة العالمي ميسي مع فريق تورونتو في ملعب ام بي او في تورونتو المباراة في شهر أكتوبر الخميس اللي فات ده من يومين اتعرضت التذاكر وخلصت بعد دقايق بعد دقايق من عرضها وكانت بتعرض ب 260 دولار التذكرة وبعد ساعات تم تدويرها واتعرضت على مواقع لبيع تذاكر المباريات ب 2000 دولار ست اضعاف ممكن اكتر من ست اضعاف 2000 دولار واحنا لسه في شهر في اول شهر فبراير يعني فضلنا 8 شهور على المباراة يعني انا بظن ان هيتعمل مزادات على التذاكر دي واللي اشترى تذاكر للمباراه ده بيبقى عمل بيزنس كبير جدا وهيقدر يتاجر فيها وممكن قريب جدا واكيد هطلع واقول لكم الخبر ده قريب ان تذكره المباراه دي ممكن توصل ل 5 و دولار من 200 دولار طبعا ده كان اخر خبر معانا الخبر الرياضي وهرجع تاني اشكر حبايبي واخواتي اللي كملوا الفيديو معايا للنهايه طبعا انا بشكر كل الناس وبحييكم كلكم وبتمنى ليكم فعلا كلكم التوفيق وبتمنى فعلا كل اللي بيحب وبيتمنى كندا يعيش ويجي كندا ان شاء الله وفي اخر الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتدعمونا تعملوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا وعشان فعلا تتابعوا اخبارنا اول باول وتشجعونا على الاستمرار دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته